وجدك ضالا بهدى ووجدك عائلا بأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله. هذا داين الشيخ رضا جاوا امام رئاسه الجمهوريه مطالبين سياده الرئيس بالتدخل الاستعجالي والفوري لحلحله هذا الموضوع اللي عاد موضوع راي عام وعاد موضوع ماس الامن العام وعاد موضوع لا بد ان يتدخل فيه هو شخصيا من اجل تطبيع القانون ومن اجل الحلول اللي متاحه واعرفوا انها والداينين ما عندهم ما هو اللي هذه العقارات اللي احتال عليها الشيخ رضا هذا. اذا معانا الدوله هون عاد اصلا الدوله كان عندها دور واليوم عندها دور في حلحله الموضوع هي مسؤوله اصلا واليوم مسؤوليته في حد الموضوع عاطل سياده الرئيس انه يتدخل. هذا طلب الاف الداينين جايين مستنصرين به ويا معتصمه. والسلام عليكم.